عليكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ نعم، أصح أقوال العلماء حكي في المسألة، أظن الشوكاني حكى أكثر من 10 أقوال في المسألة، وفيها أقوال متنوعة، بعضها متداخل مع بعض وبعضها فيها نوع من التنافر، لكن المقام لا يسع في الحقيقة لبسط هذه الأقوال وتعليلاتها وأدلتها، ولكن أعدل الأقوال في هذا هو مذهب مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه الفتوى في الوقت الحاضر، وهو أن ما كان من زيادة في الصلاة فهي بعد السلام، وما كان من نقص فهي قبل السلام. وهذا قد استخرج على طريقة استخراج القواعد والضوابط الفقهية، فإنه لما رؤي في مجموعة أحاديث، 5 أحاديث وبعضهم يقول هي 6 وبعضهم يقول هي 7 أحاديث، كلها ما كان قبل السلام كان من نقص، وما كان بعد السلام فكان من زيادة. فعلى هذا الأساس ما يستجد من الوقائع من غير المنصوص في هذه الأحاديث فإنه يجرى مجراها ويسلك بها سبيلها، حتى نصل إلى ما نراه هو حكم الله عز وجل في هذه المسألة بالنظر إلى هذه الأحاديث، فهذا هو أعدل الأقوال. فإذا كان الإنسان قد نقص من صلاته فليجعلها قبل السلام، وإن زادها فليجعلها بعد السلام، الله أعلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. فهد يسأل